موزات كده لطيفه جدا، هندخل فيها كريم شانتي ونحط لها صوص شوكولاته. هقول لكم دلوقتي حالا ازاي. هلبس الجلوفزات واقول لكم على طول على المقادير. هقرا المقادير اهو فورا. بريوش بالكريمه والشوكولاته، بالكريمه اللي هي يعني الكريم شانتي، كريم شانتي ابيض، كريم شانتي بالفراوله، كريم شانتي تحطي عليه كاكاو فيبقى بالشوكولاته، يعني حسب ذوقك مفيش مشكله. فمعايا بقى ايه بالنسبه للعجينه؟ معايا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق مخبوزات او دقيق قوي اللي هو بتاع البيتزا عشان الايه المعجنات تطلع معانا ناجحه. هنحط عليها رشه ملح، هنحط معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، معلقتين كبار من الزبادي، تمام، معلقه من البيكنج باودر، ميه دافيه للعجن بس كده. هي دي العجينه عايزين نعملها ونظبطها. هنحتاج بيضه مخفوقه عليها معلقه صغيره من الخل ومعلقه لبن علشان ندهن بيها الوش قبل ما تدخل الفرن تاخد لون كده ايه حلو، او ممكن تستغني عن الخطوه دي لو مش عايزه تدهنيها بيض. يعني هنحتاج كريم شانتيه مخفوق زي ما اتفقنا اللي هو الابيض، او كريم شانتيه بالفراوله او شوكولاته، او عليه كاكاو فيبقى شوكولاته براحتك خالص. هنحتاج كمان ممكن شوكولاته قابله للدهن الحلوه دي اللي احنا بنفردها في السندوتشات، او نعمل صوص شوكولاته زي ما دايما بنعمله مع بعض، عباره عن كوبايه من كريمه الخفق للحلويات، كوبايه اللي هي 200 مللي على النار، اول ما تسخن بتشيليها من على النار وتحط لها كوبايتين من الشوكولاته، شوكولاته مطبخ او اي شوكولاته انت بتحبيها مجروشه كده ومتكسره بالسكينه، وتفضلي تقلبي لغايه لما تتحول معاكي لصوص شوكولاته ظريف جدا تحطيه على اي حاجه في الدنيا تحفه. وكل ما تبقي عايزه الصوص يبقى تقيل زودي الشوكولاته، وهو كده كده كل ما بيبرد بيتقل. وشويه شوكليت شيبس، شويه فستق عشان لونه اخضر كده نزين بيه وبس خلاص. وصفه سهله خالص، بس كده ننظف المكان هنا اهو، ونجيب بقى بوله ونحط الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، رشه ملح، ونضيع الملح، هنحط السكر والخميره والبيكنج باودر والزبادي اهو بس كده، ونجيبهم كده في بعض ونحط لهم بقى ميه دافيه ونكمل العجن لغايه لما تلم معانا عجينه. عايزه تعجنيهم بلبن دافي مفيش مشكله زي ما تحبي، انا هنا هعجنهم بميه دافيه كده، ميه دافيه طبعا عشان احنا حاطين خميره، فعايزين ايه العجينه تخمر تبقى ايه جاهزه تشتغل معانا على طول كده اهو. الزبادي بقى بيطريها وبيخليها حلوه قوي. عايزه تحطي مع الميه معلقه كبيره مثلا من اللبن البودره برضو هيبقى ظريف قوي كده، لسه محتاجه ميه، مش ميه كتير عشان تبقي مسيطره، واحده واحده كده كده اهو بس كده. اول ما لمت معاكي خلاص ما تزوديش ميه تاني ولا اي حاجه، وبتفضلي كده تعجيني فيها حبه حلوين كده 3-4 دقايق وتسيبيها تتخمر ويتضاعف حجمها علشان نعرف نشتغل بيها. بنسيبها تقريبا ساعة، ساعة الا ربع عشان تبقى سهلة على طول تتفرد معانا وتبقى خطيرة. انا معايا طبعا واحدة خمرانة جاهزة هنشتغل بيها على طول، نشيلها هنا ونجيب العجينة، نطلع عدة العجين بس كده اهو، هنرش شوية دقيق. فين الدقيق؟ اهو الدقيق كده اهو، وناخد العجينه الظريفه بقى خمرانه بقى وايه وخطيره، خدها كده زي ما هي
ونفردها. بس ومعانا سكينة عالية، سكينة ممكن تدهنيها زبدة لو عايزة، هتبقى مورقة معاكي أكتر. مش عايزة تدهنيها خلاص مفيش مشكلة، مش غليش بالك يعني. ادي صينية الانجليش كيك مدهونة برضو زيت. هاجي بقى للعجينة دي وقطعها شرايح كده بالطول كده اهو. بس كده قطعتها تقريبا على 6 شرايح. لو هي مدهونة طبعا هيبقى ظريف يعني، هتبقى مورقة ولطيفة. انا هنا مش هدهنها مفيش مشكلة، هحط كده 2 على بعض. شفت انا حطيت شريطين على بعض، وهعمل ايه؟ هعمل العجينة. عارفين بصوا كده، عارفين الشكل ده اللي هو كده كده اهو، عرفتوا الشكل ده؟ وهاخدها كده على بعضها واقوم حطاها في الايه، في الصينية كده. هاجي في اللي بعده كمان 2 كده فوق بعض. بس يا استاذ احمد معلش تجيبها لنا تاني اهو. حطيت 2 فوق بعض وايه، وهعمل كده. خدين بالكم معايا كده كده، فيبقى شكلها بصوا عامل ازاي كده. هقوم حطاها تاني جنبهم بقى كده، واخر 2 شريحة برضو مع بعض كده زي بعض كده اهو. واروح بقى ايه، زنقاهم كلهم مع بعض بهذا الشكل الظريف، وعدلهم بقى كده. ايوه بصوا يا جماعه، ده هيبقى شكلهم من فوق بالشكل ده. لازم نسيبها تخمر تاني، هتلاقوا شكلها اتغير قوي وكبرت قوي كده ومالت الصينيه. هتسيبيها بتاع نص ساعه كمان، وبعد كده هنقوم عاملين ايه، يا اما تدهنيها بيضه عليها معلقه كبيره لبن، معلقه صغيره من الخل مخفوقين كده، ممكن كمان رشه فانيليا تدهني بيها الوش وتدخليها الفرن، فرن سخن درجه حراره 180. هتاخد لها تقريبا 25 30 دقيقه، شكلها هيبقى باين جدا انها استوت واخدت لون. مش عايزه تدهنيها خلاص، تدهنيها لبن بس مفيش مشكله، لبن طبعا فيه رشه فانيليا مفيش مشكله خالص. هتلاقيها بقى ايه، كبرت خالص بعد ما تستوي، تهدى شويه تقدري بقى تاخديها وتقطعيها. انا قطعتها ازاي طبعا عشان نظرا لوقت البرنامج فما عملتش ده كله، لكن انا محضراها هنا. يا ريت يا استاذ احمد تجيبها لنا بقى عشان اشرحها. انا قطعتها كده بالطول يا جماعه زي ما انتم شايفين، ده كده شكلها لما استوت. قطعتها بالطول وحشيت كل رق فيهم بكريم شانتيه، الرق اللي تحت كريم شانتيه فانيليا، واللي فوقيه كريم شانتيه بالفراوله، ومن فوق رحت حاطه صوص الشوكولاته اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو كوبايه كريمه خفق عليه كوبايتين من الشوكولاته المجروشه، ومن فوق بقى حطينا شويه من الشوكليت شيبس وشويه من الفستق. حاجه ظريفه جدا وسهله خالص، طعمه حلو بقى جدا. تقطعيه كده زي التوست، يبقى فيه الكريم شانتيه وفيه الشوكولاته والمكسرات، حلو جدا جدا وسهل خالص. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه.